للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، السلام عليكم. أصدرتم بيانا بشأن حملات الاعتقال التعسفية، كيف تصف الحالة الحقوقية في محافظة نينوى والتي دفعتكم بالطبع لإصدار هذا البيان؟ تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. حقيقة أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين البيان على خلفيات ما يجري في الموصل من انتهاكات وتجاوزات، مؤكد أنها بخلفيات طائفية ودوافع انتقامية. المراد من هذه الانتهاكات وهذه الجرائم وهذه التجاوزات ديمومة حالة الفوضى في المدينة وعدم الاستقرار، وكذلك الزج في أبناء هذه المدينة في السجون، في غياهب السجون، من أجل إجراء تغييرات للتركيبة السكانية في مناطق ذات معلوم الخطة المخطط لها تنفيذها في مدينة الموصل من قبل الميليشيات التابعة لإيران. تهمة الخلايا النائمة دكتور باتت منتشرة في تبرير عمليات الضبط العشوائي أو الاعتقال العشوائي في مناطق معينة بالعراق، يعني عندما توثق التقارير الصحفية اعترافات لمصادر نيابية أن ميليشيات الحشد الشعبي تمارس انتهاكات ضد المدنيين في هذه المدينة. دكتور، يعني من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟ أخي مع الأسف الشديد، يعني بدلا من أن تقوم الحكومة بحل مشكلات وأزمات أهالي الموصل والمعاناة ومحاولة التخفيف من معاناتهم التي يعيشونها والتي أصبحت واقعا يوميا مفروضا على أبناء المناطق التي تم استعادتها من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها بدعم التحالف الدولي، بدلا من أن تقوم بحل هذه المشكلات هي توجد مشكلات جديدة، هي تعرقل وتضع العراقيل أمام أي حل لهذه المناطق، هي تجعل الأهالي يفكرون ألف مرة قبل العودة إلى هذه المناطق، في حالة إنذار تنذر الحكومة بها أهالي المناطق المستهدفة. ومع الأسف الشديد لو تمعنا قليلا بخارطة المأساة التي أصابت المحافظات العراقية نجد أن صورة المأساة تتوزع على المحافظات ذات الأغلبية العربية السنية، وهذا واقع مع الأسف الشديد أخي الكريم، يعني لا يخفى على أحد هذا الموضوع. وبالنتيجة نحن أمام عملية تطهير طائفي بأداة حكومية ميليشياوية وبدعم وإسناد من الدول النافذة في العالم، وهذا هو حقيقة ما يجري في العراق اليوم. هناك يعني بالإضافة إلى هذه الانتهاكات هناك منع للصحفيين من تسليط الضوء عليها، منعهم من ممارسة مهامهم في تغطية الأوضاع ونقل الحقيقة، بما تفسر قيام السلطات بمنع الصحفيين؟ أخي هذا أمر واضح أنه غياب منع الحضور الصحفي والتعتيم الإعلامي، هذا وراءه الجريمة الكبيرة، الجرائم المنظمة التي حدثت خلال حرب الموصل والتي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بشكل مباشر هي وقوات التحالف عما حصل من نكبة في الموصل. لدينا داخل الموصل أكثر من 140 ألف بيت مهدم، لدينا داخل الموصل فقط حوالي 20 ألف مجمع ومحل تجاري مهدم، هذا كله طبعا بفعل القصف العنيف والذي استمر 9 أشهر متتالية، استخدمت خلاله أثقل الأسلحة وأكبر القنابل المحرمة دوليا بكل الطرق
جوا وبرا، فهذا لا يمكن للحكومة بأي حال من الأحوال إلا أن تتنصل من هذه المسؤولية وتحاول التعتيم عليها والتهوين من جسامة الخطب العظيم الجلل الذي المصيبة الكبيرة التي حلت في الموصل وأهلها. الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.